كيفاش يعني الحياة ديالك واش تبدلات ملي وليتي محترف كما كانت من قبل على يعني هاو؟ يعني غادي نتحول الحياة ديالي يعني دابا يعني كنمتاهل الملاكمة هي المهنة الوحيدة ديالي يعني وانا يعني مركز فيها مزيان وخدام بجدية انا والفريق ديالي يعني عندنا بزاف ديال الخدمة عندنا واحد البروغرام اللي متبعينو وعندنا واحد الهدف باغي نوصلو ليه ان شاء الله من هنا لواحد مازال لينا 3 سنين ان شاء الله يعني الهدف ديالنا ديالو على رقم يعني مسيبلينو على 5 سنين وان شاء الله بقينا 3 سنين باش نحققوا هاد الحاله الحمد لله ان شاء الله يعني لحد الان لعبتي 8 نزالات 8 انتصارات 5 بالكاو شكون هو النزال اللي هو اصعب نزال خدتيه لحد الان يعني 3 نزالات الاخرين يعني كانوا صعب ماشي كانوا صعب مي كانوا في معموله يعني اللي متمرسين بزاف عندهم دي سانتور اللي كبار يعني كاين ملاكم برازيلي ملاكم السربي والملاكم الكازاخستاني هاد الملاكمين اللي في الكلاسمون يعني احسن مني في الكلاسمون الحمد لله يعني لعبت معهم مقابله وكانت مقابله مزيان يعني قدرت مع ملاكم برازيلي كملت 8 جولات الملاكم السربي يعني ربحت في الجوله الاولى بضربه قاضيه والمقابله الاخرى اللي كانت 8 جولات اللي لعبتها في باري كانت مزيانه الحلم ديال اي ملاكم محترف هو تكون عنده اون سانتور سانتور دبل في بي ا دبل في بيو يعني انت يعني ان شاء الله الا يسر الله الامور كيفاش شحال الوقت يمكن لك توصل لهذ القمه ديال الهرم ديال الملاكمه العالميه المحترفه يعني تقريبا نقدر نقول لك يعني السنه يعني القادمه نقدر نلعب على السنتور ان شاء الله السنتور مونديال ويعني الحلم ديالي وكنتمنى ان تكون هذا يعني المقابله تكون هنا في المغرب وتنظم هنا يعني وسط المغاربه وسط الجمهور ديالي ويعني الحلم كيبقى الحلم ديال اي ملاكم محترف هو انه يعني يفوز يعني نسينا الميداليات ونسينا بزاف اللعيبات يعني دابا كتشوفوا الاحزمه العالميه ان شاء الله السيمانه الاخيره كيسير يعني السبارينغ ديال الكومباتيس يعني في الاصاب كيتحبسوا كتبقى ديك السيمانه كنخدم غير لا رابيديتي مع المدرب كنخدم بزاف مع المدرب ندير لي شوفمون كترين على الصباح وكترين الصباح وكتكون الماده ديالك يعني تقادات مزيان يعني بوقت تقطع ديك 1 كيلو 2 كيلو بحال ما كتبقى تلعب عليها يعني كتريني كدير لي فور يعني كتخدم بواحد السرعه بزاف وقد ما ترينيت بزاف قد ما خصني نرتاح بزاف خاص لو كور ديالي يكون حتى غادي نحتاجو يعني تقريبا شهر الاخر كامل خصني نرتاح بزاف قد ما خدمت مزيان قد ما خصني نرتاح بزاف كنخدم بسرعه مع المدرب وكنولي كيما كنقولو كنولي على الزبا يعني مع الريجيم عادي يعني ما خصنيش نعصب بزاف ما خصنيش يعني يكون الكونتاكت مع بنادم بزاف يعني كنلاصا للدار الماكله ديالي لاصا للدار الماكله ديالي يعني هاد السيمانة تقريبا كاملة يعني كتكون السيمانة يعني الأخرى كنلعب السبت يعني كنا ثلاث لاربع هادو كندوز من فلاصال ديالي يعني ما كنهضر مع حتى شي واحد يعني هادا هادي كنبقى كونتاك مع الوالدين ومع الصحاب الوقت كامل كيدوز عندي ديما ساعة الصباح ساعة في العشية دابا كنخدمو ديالي المدة ديالها المدة ديال الحصة كتولي قليلة يعني مخصوش ديباسي واحد الساعة مخصوش نوصل ما بين 45 دقيقة شي ساعة يعني كندير فيها ايفور كثر انا كنتريني يعني اللي كنتريني فيها جوج سوايع بواحد الريشم يعني اللي غير هابط شويه تضرب 45 دقيقه خصني نتريني بواحد الريشم اللي طالع بزاف حيت في الكومبا نقدر ندخل بروميير روند خصني الريشم يكون طالع يعني كناخذ يعني كنتعود عليها في ديك السيمانه الاخرى وكنت كاين 3 ايام كنترينيها الخميس كيكون عندي الفور كنمشي يعني للبلاد غادي نلعب فيها يعني فوق كنمشي يعني ما كنترينيش كنترين غير حصه واحده هاد اللي كيكون عندي البوان يعني كنمشي كنتريني كنتريني في العشية من ورا ستة ستة ما بين ستة حتى ثمانية كنتريني كنجري يعني كنكون لابس مزيان يعني ماشي مزيان يعني القيولة هادي يعني كتكون لابس بزاف باش طيح في البوان من بعد تخدم مع المدرب ديالك يعني ماخصش تكون ثانية فور هاد الحلقة ديال لونتخينمون كطيح في البوان كنمشي كنعس كيكون عندي البوان نهار الجمعة حتى الخمسة في العشية يعني في هذه المده هذه كامله يعني ما كنشرب لا ما ما كناكل والو يعني خصني نبقى كناكل والو يعني كنبقى النهار كامل غير نعاس كندوز كونفيرونس دو بريس اللي كنكون فيها الميزان وداك الشيء ابخي يلا كناكل وهذا الشيء وكتبقى ثاني عند 24 ساعه كامله ديال الراحه كناكل كنرتاح كناكل كنرتاح كنبقى كونسونتري 100% على الكون الاشاعات يمشي كتشكي يمشي كتشكي بيا تبيع على جوج سيمانات الكومبا ديالي ديما تقريبا دابا واحد يعني اربعة الكومبات يعني في توصل بريباراسيون الاخر
الاول الاخر يعني صافي دخلت صافي سديتي على راسك يعني باقي جوج سيمانات كتفكر في الكومبا في لادفيرسير حتى كتلقى شي بوبليكاسيون اللي كتلاح على اما المشكل مع مرتي مع الطلاق مع شي مشكل ما انا باقي بعيد من 4 شهور 3 شهور ما دخلتش كتلقى شي حاجه فوالا انا كنشوف يعني كنشوفها عاديه اي واحد كيلوح شي حاجه بغا يكتب براسو انا نقول انا عارف راسي شنو داير انا عارف راسي شكاين اش كنسوى فوالا في كنلقى المشكل عند الوالد ديالي يعني هذيك الهضره كيتيقوها فهمتي صحابك كيلوحوا لك فوالا شوف فوالا شوف فوالا شوف انا جمون فوق هادشي كامل تعرف راسي شنو كندير عارف شنو لوبجيكتيف ديالي حيت انا كون بغيت نبقى اي حاجه تلاحت نبقى نقرا فيها ونبقى عايش معاها ما شنو خلصتش اللي غادي فيه دابا يعني غادي نقرا بيه هنا شوبي دي مون شوبي هنا تو غادي يعني لوبجيكتيف ديالي خدام عليه يعني غادي تهرس ما مش في الصحافة ديالنا مي بهاد الاخطاء بحال ما هو بهاد الاشاعات بحال ما هو بهاد ليزارتيكل بحال ما هو يعني انا عندي واحد لوبجيكتيف الفرقة ديالنا كاملة عندها واحد لوبجيكتيف خدام ماشي غير لوبجيكتيف ديالي انا فوالا انا والبطالة غادي نشوف فوق الرين ولكن راه ورايا كاين جمهور كاين صحافة كاين والدية كاين صحابي كاين فرقتي كاملين عندنا نفس الهدف نهار الربيع غادي نوصل لهذاك الهدف وهذاك اللي قلتي وهذاك السانشور راه ماشي بواحد ماشي غير ديالي بوحدي فوالا انا راه فوق الرين ولكن راه كلشي عاوني انا سي الزري هاي يعني تقريبا عرض في واحد في واحد الاهداف اللي ما قدرناش في العام الاول ما درنا فيها حتى شي هدف لعبنا يعني كان مينيموم خصنا نلعبوا 4 كومبات ماكسيموم 6 كومبات ما وصلناش واحد الاهداف اللي كنا مديرين في يعني مسجلينها وعارفين هو عارف شنو خصو يخدم وانا عارف شنو خصني هذا العام هذا شنو غادي يكون عندي يعني العام الاول والعام الثاني تقريبا هي فين بدينا يعني حسنا الكونترا حسنا خدمنا بيادنا يعني فوالا شفت راسي انني الا كملت معاه ما غاديش نوصل لهذاك الشيء اللي باغي انا قدرت 5 سنين يعني اللهم نحبس هذا الشيء اللي كنت معاه 6 عام حسنا الكونترا